تدي غسالات وترطبط الدنيا عند طلعت وعند علام وانا لا؟ يعني عامل زي القرع بيمد لبره؟ يا راجل عيب خلي عندك دم. عموما بسيطه، بالليل لما نتقابل يبقى لينا كلام. مع السلامه. تعالى يا طلعت يا لعبان. اديني ما قلتش حاجه اهو يا حاج عشان تبدا بالاذيه. اتمسكن يا اخويا وسوق الهبل. جبت فلوس البضاعه ولا لسه؟ وادي الفلوس عشان تعرف لمؤاخذه يعني انا فاهم عادي سويسري زي الساعه. والفلوس دي بقى كامله ولا زي كل مره؟ كاملين بالتعريف يا عموم. ايوه واضح ان انا مش هخلص منك النهارده. ما دام جبت الفلوس كامله يبقى ليك طلبات. اوه وحياه الغالي عاصم باشا ما انت كاسفني. وحياه الغالي ما دام حلفتني بيه عمري ما هرفض لك طلب. قول 10 غسالات بس. انا على فكره لا رحت القنديل ولا هوبت ناحيته، جاي لك انت على طول يا عموم. بس لما مؤاخذه يعني ريحني في السعر عشان اعرف اكل عيش. ما عدتش على علام وعرفت انه جاب نفس الغساله دي؟ ما انت عارف يا حاج انا ما ليش خلطه قوي بالراجل ده، وبعدين مؤاخذه يعني لو كان جاب غساله زي انت ما بتقول كان بان عليه. ده المحل بتاعه بينش يا ولده. خليه ينش يا طلع. انا بقى هديك 10 حتت من الغساله دي بس بشرط. انت تؤمر يا عمهم. ايوه انا عايزك تبيع بالسعر ده وربنا يرزقك. بس ده سعر القطاع بتاعك يا عمهم، يعني مؤاخذه يعني انا هاكل عيش منين بقى؟ اصبر على رزقك هيجيلك لغايه عندك. انا ما بقولكش بيع هنا، بيع بره. روح المنصوره، الزقازيق، كفر الشيخ، المناطق دي كلها شرقانه. بيع بالسعر اللي انت عايزه، ادفع دلوقتي النص. والنص التاني يا سيدي لما تبقى تبيع، فهمت؟